أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم القصر إذا أقمت أكثر من 3 أيام؟ يقول أحسن الله إليكم: ما حكم القصر إذا أقمت أكثر من 3 أيام؟ إذا أقمت الحد 4 أيام فأقل، إذا أقمت أكثر من 4 أيام تتم الصلاة. إذا نويت الإقامة وزادت على 4 أيام تتم الصلاة. لكن فيه تنبيه، وهو إذا كنت عند مسجد وعند ناس يصلون لا تصلي وحدك تقول علشان أقصر، صل مع الجماعة وأتم الصلاة، لك خير في هذا ولك أجر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة حجمت ابنتها الحامل، مع ملاحظة أنه إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يتم من أول ما يصل، ما هو بيقول إلى مضت 3 4 أيام أبدأ أتم، لا، إذا كنت ناوي الإقامة الطويلة التي تزيد على 4 أيام فمن حين تصل إلى بلد الإقامة تتم الصلاة. نعم.